السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى الحصاد الرياضي الذي نستهله كالعادة بأبرز العناوين. المنتخب الوطني لكرة القدم سيدات يشد الرحالة إلى كوت ديفوار للدخول في معسكر تحضيري أخير لبطولة كأس أمم أفريقيا بغانا. رؤساء الأندية يرفضون دعوة رئيس شبيبة القبائل شريف ملال لعقد اجتماع من أجل سحب الثقة من رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم عبد الكريم مدوار. وشركة مدار المالك الجديد للشباب بالوزداد تتوصل إلى اتفاق مع الرئيس الأسبق لاتحاد العاصمة سعيد عليق لتولي منصب المدير الرياضي للنادي. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. غادرت أمسية اليوم تشكيلة المنتخب الوطني سيدات أرض الوطن باتجاه العاصمة الإيفوارية أبيجون للدخول في معسكر تحضيري أخير لبطولة كأس أمم أفريقيا. تحضر سيدات المدربة راديا فرتولي المشاركة في نهاية كأس أمم أفريقيا التي ستجرى بغانا من 17 نوفمبر الجاري إلى غاية الفاتح من ديسمبر المقبل. وقد أبدت مدربة المنتخب الوطني راديا فرتول واللاعبات عزمهن على التأهل للدور الثاني من المنافسة القارية بعد أن فشلن في تجاوز الدور الأول في المشاركات الأربع السابقة. أظن بأن الفريق الوطني تاعنا النسوي راهو يعني قام بكل التحضيرات اللازمة سواء في سيدي موسى ولا في المقابلة التحضيرية في المغرب مؤخرا. اليوم الحمد لله إن شاء الله رايحين ينطلقوا بداية من تربص في ساحل العاج في كوت ديفوار. الفوج كامل نشوفه بأنه في أحسن ظروف مع كل القائمين وعلى رأسهم السيد رشيد قاسمي اللي راح يترأس هذا الفوج، ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق في هذه كأس إفريقيا إن شاء الله. البرنامج كامل مسطر، المكتب الفيدرالي أعطى له أهمية كبرى حتى ربما أن نصل إلى المنافسة بمعنويات مرتفعة، ونتمنى طبعا أن تكون نتائج ولما تأهل إلى دورة الثانية ما إن شاء الله، لكن يعني وفقنا الله بإذن الله وكان التوفيق من عند الله يعني تأهل الدور الثاني. راح نكونوا في المربع ان شاء الله، مربع يعني النهائي ان شاء الله، نتم نقدروا نقولوا يكون عندنا دور يعني نوتخ اوبجيكتيف. باغ كونتخ درك ما نقدروش لا نديروا ضغط على اللاعبات ولا على نعطيكم يعني وعود كاذبه. الفريق ما تنساوش باللي عدى يعني بعده عراقيل، منها ثلاث اشهر راحه يعني ما كانش في تحضير جيد حتى يوم اول سبتمبر وين خديت المسؤوليه بعد قرار المكتب الفيدرالي. انا رايحين نلعبوا كوب دافريك ان شاء الله، نروحوا كما يقول لك رانا رايحين واجدين كامل البنات اللي رانا رايحين، رانا رايحين كاع كما يقول لك واحد راهم كاع 100% ان شاء الله نفوتوا دوزيام تور. فشل رئيس شبيبة القبائل شريف ملال في إقناع رؤساء الأندية بحضور الاجتماع الذي دعا إليه بهدف سحب الثقة من رئيس رابطة كرة القدم المحترفة عبد الكريم مدوار. الاجتماع الذي كان من المفروض أن يعقد ببرج الكيفان اليوم لم يعرف حضور أي رئيس من رؤساء الأندية باستثناء ممثلين عن النادي الهاوي لفريق مولودية بجاية. هذا وقد منع ملال من عقد الاجتماع بفندق ببرج الكيفان والمركب بباب زوار بالعاصمة لعدم حيازته ترخيص من طرف السلطات الولائية. وحول تصريحات رئيس شبيبة القبائل شريف ملال، قال وزير الشباب والرياضة محمد حطاب على هامش زيارته إلى وهران، قال إن تأخير مباراة لا يعد مشكلا وإن المشكلة يكمن في تضخيم الأمور وتهويلها. مش فيها تأخير مقابلة بالنهار ولا بالآخر، وراها المشكل. هل هذا مشكلة؟ هل هذه إشكالية؟ هل هذا أزمة؟ لكن بالطريقة اللي طرحت وسائل الإعلام في البلاطوات وشي عطيتوها حتم أكثر من حقه. لو كان ما كانش في تطرق للشيء هذا، لو كان ما كانش عطيتوهاش أهمية، كان يكون لا حدث. خلوه يكون لا حدث، لانه في الكعبه رب يحميها، وكاين قوانين في البلاد هذه راهي تطبق. ماذا بنا رجاء عن طريقكم ايضا.
هذا ودعا عضو المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم عمار بهلول إلى التحلي بالعقلانية وتفادي التصريحات التي تحرض على العنف عقب التصريحات التي أطلقها رئيس شبيبة القبائل شريف ملال التي دعا من خلالها لتنحية رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار. مدام هناك رابطة محترفة، مدام الرابطة محترفة اليوم الحمد لله انتخبت بمصداقية هذا من كل النوادي بما فيها شبيبة القبائل. أنا أتمنى أن ما نروحوش إلى ربما إلى أمور لأن تأجيل حتى ولو إحنا ربما التأجيل هذا ربما ما ولو حتى ما عنده السبب، لكن ما نصلوش إلى الدرجة وين ناديو ربما بأمور ما تخدمش كرة نبقاو في طاولة نبقاو نتحاوروا. إحنا نقولوا لازم كما نقولوا إحنا العقل هو اللي يفوت، لأن هذه كرة القدم ما هي إلا إحنا، لأن البطولة المحترفة تنتظر منا الكثير، ليس في تأجيل مقابلات ولا حاجة، الأمر أكثر من ذلك، هو أن كل المسؤولين بما فيها المكتب الفيدرالي أن يعطيوا قيمة كبيرة لتطوير كرة القدم، قيمة كبيرة للبطولة حتى نتفادى، لأن ما يخفش عليك لأن احنا ديجا نحاولوا باش نتجاوزوا نحاولوا باش نقصوا من العنف نحاولوا، لكن ما يخليوش نزيدوا احنا أسباب يعني حالات كما هذه ربما تؤثر سلبيا على إجراء هذه المقابلات وتكون عندها ربما تأويلات أخرى غير رياضية. توصلت شركة مدار المالك الجديد لفريق شباب الوزداد إلى اتفاق مبدئي مع الرئيس الأسبق لاتحاد العاصمة سعيد عليق بتولي منصب المدير الرياضي للنادي. اتفق سعيد عليق مع الشركة المالكة على التفاصيل والصلاحيات التي ستمنح له عقب توليه منصب رئاسة مجلس الإدارة. هذا وتم صباحة اليوم تقديم سعيد عليق للاعبين خلال الحصة التدريبية التي أقيمت بالملعب ملعب 20 أوت بالعاصمة والتي حفز خلالها عليق المدرب لطفي عمروش واللاعبين على تحقيق نتائج إيجابية في البطولة. وفي اتصال هاتفي مع زي نيوز أكد الرئيس الأسبق لفريق اتحاد العاصمة سعيد عليق أن الاتفاق بخصوص تولي منصب مدير رياضي في فريق شباب بلوزداد كان مبدئيا لا غير في انتظار ترسيم الالتحاق بمنصب رئاسة النادي. Maintenant, il faut finaliser un notaire. Une fois que c'est finalisé un notaire, le président du groupe, c'est-à-dire l'actionnaire majoritaire, et le conseil d'administration, donc, on ne peut pas parler maintenant du poste à le directeur général ou le manager général ou la haja. Et moi, pour le moment, jusqu'à présent, je n'ai rien signé. J'ai donné certes mon accord de principe. Tu vois, en attendant le Omor Hadou, il t'ouvre. Tu vois, il t'ouvre et tout, la fonction. Moi, j'ai le feu vert à le groupe MADA, car vous avez carte blanche pour mener à bien le projet sportif du groupe MADA. Ou c'est vrai, hein, c'est vrai, le projet TAO, il est intéressant. Il mérite d'être accompagné. كما قال عليق إن المأمورية لن تكون سهلة في ظل الوضعية التي بات يعيشها الشباب منذ بداية الموسم خاصة من الناحية المالية. كيفاش انت رايح تهضر مع جوار تقول له دير لي ان غران ماتش ولا روح الثوره لازم تجيب لي فيكتوار ولا حاجه، الوغ هو ما عندوش ميم با باش ياكل. لو جروب إلي كونسيون دو تو سي بروبليم، مالوروزمون إي بوف با انجيكتي دو لارجون ميتنون إيميدياتمون بور لا سامبل ريزون كو لي كونت سون بلوكي، فوا لي كونت دو كلوب هم بلوكي نيتو، دونك اون. أما فيما يخص قضية التحاقه بفريق الشباب وهو مساهم في فريق اتحاد العاصمة ورئيس للنادي الهاوي، قال عليق إن القانون لا يمنعه من الالتحاق بشباب الوزداد بما أن هذا الأخير لا يخضع لقانون الانتخاب ومنصبه ينحصر كموظف عادي. القانون يهضر على المونتا إلكتيف، تتدير أرغمت أنا حالياً راني رايت الهاوي وراني اكسيونير بار اكزومبل في لا سوسيتي سبورتيف اسما، بار اكزومبل انا ما نقدرش اون طونك
CFA de travailler la société de l'USMA, la société sportive. Parce que c'est deux mandats électifs. Par contre, si tu connais CFA, ou Rakrayah dans un autre club, notre club qui mène par exemple le CSA, Rani Raïs Nadi, pour le CRB, le canon il se mahli. Pourquoi? Parce que le CRB, ce n'est pas un mandat électif. Je suis un salarié. قرر الاتحاد الافريقي لكره القدم معاقبه الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف على خلفيه قراراته في مباراه الاهلي المصري وترجي التونسي التي اقيمت الجمعه برسم ذهاب نهائي رابطه ابطال افريقيا. وجاء قرار الاتحاد الافريقي صارما بابعاد الحكم الجزائري عن كاس العالم للانديه بالامارات في ديسمبر المقبل. كان عبيد شارف قد ارتكب خطا جسيما باحتسابه ركلتي جزاء للاهلي المصري التي رجحت كفه النادي المصري رغم اعتماده على تقنية الفيديو في الحالتين ليتلقى بعدها وابلا من الانتقادات. وعلى هامش تنقل المنتخب النسوي لكرة القدم إلى كوتيفوار، دافع رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم محمد غوتي عن الحكم الدولي مهدي عبيد شارف مرجعا خطأه في مباراة الأهلي والترجي التونسي إلى لجنة الفيديو التي لم تظهر اللقطة كاملة لعبيد شارف على حد تعبيره. جي با في لو ماتش الحق تاع ربي ما شفتوش، مي اترافير الشيء اللي حدث انا باسكو علاش نقول لك ديرنييرمون جي ليكسبليكاسيون دو لا دوزيام سادير جي دوزيام بينالتي كي راح باسكو لافار سي دير بور فوار بور كونسيلتي لا فيديو كي راح نعطوا له اينيكمون لو تيراج او مايو. إلي افي تيراج او مايو الوغ كيل يافي اون فوت قبل، اي سي سا لو بروبليم. باش ينعتوا له لو ديبي دو لاكسيون ما نعتولوش في الفار هذيك، اي سي بور سا إلا كونفيرمي لو بينالتي كي لا سيفلي. الوغ إلي افي تيراج دو مايو صح، إلي افي ان تيراج دو مايو بور لو جوار، مي إلي افي اون فوت قبل، سي بور سا بالعكس ممكن هذا ليرور هذه اللي شويه إلي صادير سي بارتاجي، سي اون فوت بارتاجي لوجيكمون كان يثبتوا يعني يثبت باسكو الناس اللي كانت سي اون بروميير بروميرمون سي اون اكسبيريونس نتاع سي لا بروميير فوا اللي دارتها لا كاف. سي لو برومي ماتش اللي داروا فيه هذا لافار. كما نفى غوتي ان يكون الحكم مهدي عبيد شارف قد عوقب من الاتحاد الافريقي لكره القدم اذ لم تصل اي مراسله الى الاتحاد الجزائري بخصوص ما جرى في مباراه الاهلي المصري والترجي التونسي على حد قوله. بور لا مومون يرا ريان يكذب عليك، سي لي افي ان ديسيزيون سي لا فيدراسيون الجيريان دو فوتبول اللي تكون هي الاولى اللي راه تعلم بهذا الشيء هذا، ما كان حتى ديسيزيون. Il n'y a aucune décision concernant هذا الشيء. Donc ce qui veut dire on doit attendre la décision de la CAF. هذا وأصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم أمس بيانا تندد فيه بالأخطاء التي ارتكبها الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف في مباراة الأهلي أمام الترجي ضمن ذهاب نهائي رابطة أبطال أفريقيا. واستنكرت الهيئة الكروية الأولى في تونس مردود الحكم الجزائري عبيد شارف بعد أخطائه المرتكبة في لقاء الأهلي وطالبت باتخاذ قرارات صارمة ضد الحكم الجزائري. كما دعت الجامعة التونسية مسؤولي الاتحاد الأفريقي إلى إعادة النظر في العقوبات التي طالت فريق الترجي قبل موعد النهائي. أعلن مدرب المنتخب الطوغولي كلود لوروا عن قائمة 23 لاعبا المعنيين بمواجهة المنتخب الوطني ضمن الجولة القادمة من تصفية كأس أمم أفريقيا 2019. وعرفت قائمة المدرب الفرنسي كلود لوروا عودة قائد الفريق إيمانويل أديبايور إلى التشكيلة بعد رفضه سابقا المشاركة رفقة منتخب النسور متحججا بأرضية الميدان الكارثية لملعب كيغي بالطوغو. في المقابل ستكون تشكيلة منقوصة من خدمات مدافع خطف جيني داكونام وحجم أورو ساما لاعبي رديف ليل الفرنسي بداعي العقوبة. تجدر الإشارة إلى أن مباراة الطوغو والجزائر ستلعب يوم 18 من الشهر الحالي بملعب كيغي بمدينة لومي. أفادت مصادر إعلامية أن إدارة رائد القبة اتفقت مع المدرب منير زغدود لتدريب الفريق. وينضم إلينا الآن عبر الهاتف المدرب منير زغدود على المباشر. منير بداية أهلا بك، ما مدى صحة الأخبار التي تفيد بتوليك منصب تدريب فريق رائد القبة؟
السلام عليكم، تحياتي لكم المستمعين والمشاهدين تاع قناة جير نيوز. أولا اليوم كان لي لقاء مع مدير الفريق اللي هو بسعود نور الدين، وتكلمنا يعني على 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 أمور كثيرة يعني اللي تهم الفريق، وتحدثنا يعني مطولا في انتظار يعني اللقاء مع رئيس الفريق إن شاء الله، ونشوفوا إن شاء الله لماذا إذا كتب ربي إن شاء الله نكون معهم في بقية المشوار تاع الفريق إن شاء الله. نعم منير، ما هي النقاط ربما التي تم الاتفاق عليها؟ هل تحدثتم عن الأهداف المسطرة مع الفريق؟ لا، هي واضح الهدف يعني هو تفادي السقوط بطبيعة الحال. هذا الشيء هذا اللي ما راهوش يعني سهل، يعني لما نشوفوا الوضعيه تاع الفريق يعني والفريق اللي راهو في وضعيه يعني صعبه جدا، ولكن ماهيش مهمه صعبه، ولكن لما تكلمنا يعني انا كنت صريح معه وحتى هو كان صريح يعني في هذه الامور هذه، لازم الناس كامل تتلف يعني يلتفوا حول هذا الفريق هذا، والناس كامل يعني يعاونوا باش يخرج من خاصة النتائج. أنا نظن يعني المهمة صعبة ولكن ما هيش مستحيلة إن شاء الله. نعم منير، كسؤال أخير، هل يمكن القول أنك ستكون بصفة رسمية مدربا جديدا لرائد القبة غدا الاثنين؟ والله لما نتلاقاو يعني مع الرئيس وكاين بعض النقاط اللي مازال ما تكلمناش عليها إن شاء الله، يعني أنا ما نقدر يعني بنسبة كبيرة إن شاء الله تبقى قضية المكتوب إن شاء الله، يعني من الغدوة إن شاء الله يبان كل شيء إن شاء الله. المدرب منير زغدود، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. العفو، شكرا لكم. في بقية أخبارنا، سيكون الموعد غدا مع مبارتين مهمتين ضمن جولة 13 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، وتجمع المباراة الأولى فريق نصر حسين داي بأولمبيا المدية، فيما يلاقي في المباراة الثانية وفاق سطيف مضيفه أهلي البرج. هذا وأقر نائب رئيس أولمبي المدية كمال دمرجي واللاعبون بصعوبة المواجهة التي تنتظر الفريق أمام نصر حسين داي غدا الاثنين، وعزمهم على العودة بنتيجة إيجابية. إن شاء الله ربي المقابل تاع نصر حسين داي، ونصر حسين داي فاني راه يمروا بظروف صعبة كما رانا فيها حنا، وهذا ما يتخطاش بعين الاعتبار تاع كل الظروف هذه الصعبه، خاطرش المقابله تلعب في المستطيل الاخضر، وان شاء الله احنا محضرينها باش نرجعوا بنتيجه ايجابيه. هذه المباراه ان شاء الله حضرنا لها كما كامل المباريات، وكما نقول لك لي جوار راهم كونسيون وراهم واعيين بالمسؤوليه، ومباراه النصريه ما راحش تكون سهله، خاصه الفريق اللي غنلعبوا له فريق جريح كما حنايا. ان شاء الله احنا نسعاو، ان شاء الله نسعاو نروحوا باش نديروا نتيجه ايجابيه ان شاء الله، لما لا ان شاء الله غادي نروحوا نديروا نتيجه ان شاء الله. هذا الحال المدرب كان كيما نقولوا حنا كان متاقلم معنا، مدرب كيما نقولوا فاميليا، قدم دار لي عليه، ما نحطوش كل شيء عليه، حنا ثاني لي جوار نورمالمون نتحملوا المسؤوليه ثاني ماشي غير هو، ما مالوغوزمون راح شغل خلاه غادي يخليه فيت كيما نقولوا، ان شاء الله هذا الماتش نجيبوا له عليه. كما أكد دمرجي اتصال الإدارة بعدد من المدربين على غرار شريف الوزاني وبغرارة وعجالي قبل التوصل إلى اتفاق مع المدرب توفيق رواباح لتولي العارضة الفنية للفريق خلفا لسعيد حموش. التصريحات في ميكروفون حليم مزاوي. كنا بازين على شريف الوزاني، شريف الوزاني نشكره كل حال اعتذر على تدريب أولمبي مدية، عنده ظروف ما طارئة وعنده ارتباطات ولا عنده عروض أخرى، العلم عند الله. وكنا اتصلنا بسي عجالي واتصلنا بسي بغراره، وكان سي بغراره عطانا كلمه باش يدرب اولمبي مديه، وكان في هذيك وعطى كلمه للتاجنات، حملك عطى كلمه الاخيره للتاجنات وربي يوفقه. وانا شفنا البروفيتا سي رواباح اللي ان شاء الله يكون ان شاء الله باذن الله يكون معنا في الفريق بعد اللي تشاورنا معه. وسي توفيق رواباح غني على التعريف، عنده سيره ذاتيه من احسن، انا نعتبرهم من احسن مدربين اللي في الجزائر. قال رئيس وفاق سطيف حسن حمار ان هدف فريقه هو انهاء مرحله الذهاب في المرتبه الثانيه، ثم الشروع في تحضير جيد لمباراه اهلي جده ومرحله العوده. عندنا خمس مقابلات حتى اليوم 29، يكون نخلصوا مرحله الذهاب اثنين الاوائل والله
باش ان شاء الله نطميو لا فازا يل فاي افوا اون بريباراسيون قبل ها المقابله تاع اهلي جده اون بريباراسيون كي فا ديبيتي من 7 حتى ل 17 ديسمبر. يواصل فريق اتحاد الحراش تدريباته الجدية تحسبا لمواجهة شبيبة بجاية هذا الثلاثاء لحساب جولة 13 من بطولة الرابطة الثانية. أشبال المدرب شريف حجار أجروا اليوم حصة تدريبية بملعب أول نوفمبر بالحراش، وهو الميران الذي أشرف عليه المدرب الجديد للفريق شريف حجار. ويسعى رفقاء فارس بن عبد الرحمن لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة والخروج من دوامة النتائج السلبية التي يعيشها منذ بداية الموسم، على الرغم من صعوبة المهمة أمام فريق شبيبة بجاية المنتشي بفوزه في جولة الماضية على حساب شبيبة سكيكدا. سي نورمال يعني التحضير تصير يعني في ظروف عادية، يعني واش نقول لك دونك سيرت بالك انا فوتو كيما نقولوا في دي سيتياسيون زعما كيما نقولوا سي دور علينا بزاف باسكو براتيك ان بون فوتبول مي ريزلت ما كاش توجور، مي ان شاء الله احنا كيما نقولوا احنا با ترافاي بور سا ان شاء الله بور كيما نقولوا او موا كيما نقولوا باش نقاولوا البري ماتش كيما نقولوا اللي نديروا به الديكليك. بون التحضيرات راهي تجري في كيما نقول لك اون اتموسفير سيريوز، ان شاء الله ان شاء الله ندخل لا بريمير فيكتوار هاد لا سيمانه ولا على البقاء، ولا حنا نخمو باش نجيبوا لا بريمير فيكتوار هذيك اللي ان شاء الله تكون ديكليك بور دوطر فيكتوار ان شاء الله. رانا في وضعيه شويه صعيبه، التحضيرات راهي تسير بصفه عاديه، رانا نخدموا سيريازمون، رانا نسيو ونقدموا الشيء اللي علينا باش نكونوا ابت نهار الماتش، باش نخرجوا ليكيب من الوضعيه هذه. خصنا اون فيكتوار باش نحدثوا هذاك الديكليك هذاك اللي مازالنا نحوسوا عليه. بون سي فري ما عندناش بزاف الوقت، لعبنا بلا ربع اللي فاتت، عندنا واحد سي جور بور بريباري الماتش، مع طرح الثاني الويكاند. بون قعدوا لنا هاد لي دو جور ان شاء الله اون فاتو فير بور بيان بريباري الماتش، باسكو سيت ان ماتش ديسيزيف بور نو، ما قعدوش قعدوا تروا ماتش طون دو ا دوميسيل. ان شاء الله اون فاري كولتي الماكسيموم دو بوان في هاد لي تروام باسكو اون ا بيزوان تاع هاد لي بوان. هذا وحمل رفقاء المهاجم اسماعيل خرباش مسؤولية الوضع الذي آل إليه فريق اتحاد الحراش إلى الإدارة الحالية بعد مشكل عدم استخراج إجازات اللاعبين المنتدبين بسبب أزمة الديون التي كان يعاني منها الفريق، إضافة إلى سوء التحضيرات الصيفية. كاين جزء المسؤولية يعني اللي تحملوا الاداره يعني ثاني كلي ما كانش لي ليسونس او دي بي سيزون ما كانش اسمو سي دخلنا شويه دوت هذاك، حنا بريسك 3 ماتش اللي راحوا لنا هذيك ولينا بعد لي ماتش اللي جاوا موراهم ولينا نجيو مور ريزيلتا سما باش ريكتيفي زعما باش ريكتيفي زعما واش بيردينا سي كادي الحاجه اللي دخلتنا كيما نقولوا في دوامه. نظن باللي التحضيرات اللي جرات في الصيف ما كانتش في المستوى، ومن بعد شغل كيفاش نفهمك لي سونس هذوك لي تروا ماتش اللي لعبناهم بلي زي سبور تما تقدر تقول ما ساعدوش الفريق، ني من ناحيه ديبي ني من ناحيه كي من بعد خدموا لي ليسونس باسكو لي جوار كانوا مونك دو كومبيتيسيون ولعده مشاكل ثاني. واش نقول لك الوقت ما يكفيش باش تقعد تحكي على المشاكل هذه. خرج أنصار اتحاد الحراش عن صمتهم بعد سلسلة التعثرات التي طالت الفريق وآخرها تضييع الفوز أمام متذيل ترتيب اتحاد البليدة، وأرجع الأنصار سبب هذه الوضعية إلى الإدارة الحالية بقيادة الرئيس محمد العيب. واش نقول لك الحراش الناس كامل تعرف حالة الحراش ماشي من يوم عندنا بالك كاترو احنا قدا بالك الناس كامل على بالهم حالتها حالة يرتى لها تغيد البراني قبل ما تغيد وليدها. وضعية المالية ما راحش نقول لك انا راح نشكي لك من وضعية المالية ولا رجال ما كاش ما يوقفوش معاها ولا فلان ولا فلتان ولا. مي هذا العام ما على بالناش. كان عندنا اونترينور ماشي اونترينور هو مناجر. غلطنا هذيك غلطة تاع الإدارة كي جابوا هذاك المناجر. عندنا ماتش مصيري هذا ثاني كما جاي اسام بي نهار ثلاثة. ان شاء الله ما يكون غير الخير. اللي جوا ان شاء الله يكونوا رجال انا جايين نوقفوا معاهم حنا انا واقفين معاهم حتى الدقيقة الأخرى. الوضعية كارثية، وضعية مزرية، وضعية تبعث على القلق، تبعث على الشفقة للفريق كيما عريق كيما اتحاد الحراش. الناس وصلوه لهذا الوضعية ولا غير حرام عليهم. يعني كي تشوف تفريق بتاريخه وبرجاله والشهداء تاعه وبالناس اللي ضحت عليه
اليوم راه صبح في وضعية كيما هذه، يعني وضعية للناس اللي تحب الفريق والله غير راهي في واحد الألم ربي برك اللي يعلم به، ونحمل المسؤولية الكاملة بدون استثناء الكامل المسيرين اللي راهم على رأس الفريق هذا. للأسف الناس جابت مناجر كيما نقولوا كلونديستان، باسكو مناجر لازم يكون عنده كواغط. الناس اللي جابوهنا جابونا مناجر كلونديستان، أعطوا له الفريق لعب به كيما حب ولحقوا للوضعية الكارثية هذه اللي راهي فيه. وهذه الوضعية لو كان تقبض واحد وليد ليكيب ولا ماشي حتى تساعدوا الوضعية هذه ولا تلقاه بالك فرقة دوما وش مليح. وش نقول؟ المهم التاريخ ماشي حيرحمهم باللي وين وصلوا الحراش، هاد المسيرين اللي راهم حاكمينها. مشاهدينا وصلنا إلى ختام الجزء الأول من الحصاد الرياضي، نلتقي بعد الفاصل مع الجزء الثاني المخصص للنقاش، نرجو أن تبقوا معنا. مشاهدينا أهلا بكم من جديد إلى الجزء الثاني من الحصاد الرياضي الذي نتحدث خلاله عن الوضعية التي يمر بها فريق نصر حسين داي، لا سيما بعد استقالة المدرب بلال زيري من منصبه بعد أيام فقط من إعلان رئيس الفريق بشير الدزميلي استقالته والآخر من رئاسة النادي. كما سنتحدث عن الاجتماع الذي دعا إليه رئيس شبيبة القبائل شريف ملال اليوم من أجل سحب الثقة من رئيس رابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار. للحديث عن الموضوع أسعد باستضافة رئيس النادي الهوي لنصر حسين داي مراد دحلو، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم وبارك الله فيكم على الاستضافة. أهلا. إذن بداية آخر المستجدات ربما داخل الفريق هي استقالة المدرب بلال زيري من تدريب الفريق، ما هو تعليقك بداية على هذه الاستقالة؟ والله استقالة يعني باش نكونوا صراحة كانت تقريب منتظرة بعد الهزيمتين اللي بعد الهزيمة تاع مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، نعم، وبعد الأحداث اللي صارت في على مستوى حسين داي، نعم، احنا كنا عارفين باللي ما راحش يتحمل الضغط هذا الكامل، وكما كان الحال البارحة اتخذ قرار وكان يعني كان باتصال مباشر مع يعني عضو من المكتب التنفيذي للنصرية الأخ كمال سعودي، نعم، شغل كان اتفق معاه على أساس أنه نتفرقوا على كل عن تراضي، ويعني كان كما كان الحال اعطينا له الصك ديالو الحق الايام اللي اداها معنا، نعم، وفسخ العقد يعني عن تراضي يعني ما كانش. بالنسبه لي دعنا نقول ازمه نصر حسين داي الحاليه اعتقد انها بدات منذ الخساره امام فريق شباب بلوزداد بهدفين دون رد، رغم ان الفريق يوجد في وضعيه مريحه، لماذا كل هذه الضجه داخل الفريق؟ والله الضجه يعني في اخر المطاف صبحت مشكله على بعد يعني الانهزام، كان الشعب رفض هذيك الهزيمه، وكان يعني كلام تعرف الشارع والتواصل الاجتماعي اليوم صبح سهل اي انسان يكتب جمله ويرميها وصوره ويرميها، وقعوا يعني صبح ضغط زياده على الضغط اللي كان متواجد، ونظن الطاقم الفني ما استطاعش انه يكمل المسيره ديالو، نعم، ونجم نقول ان ليا كان شيء منتظر خاصه بعد ما كان خدا الموقف الاخ ولد زمير اللي انه يجمل النشاط ديالو معنا، نعم، نظن تقريبا نقول شيء شبه متوقع، وكما كان الحال يعني احنا توقعناه في الاسبوع في نهايه الاسبوع، ما على كل احنا كنا ننتظر انه تكون الاستقاله بعد اولمبيك مديه، نعم، ولكن نقول بلي مادام هو شاف الاحسن انه يمشي قبل المقابله، وحنا كذلك في الاداره يعني ما شفناش مانع في هذا الموضوع يعني، نعم، دائما احنا نقولوا بلي يعني اي الوقت اللي يجي مرحبا به، يعني احنا ما عندناش مشكل، وخاصة أننا متحفظين على الطاقم الفني، يعني المدرب الحراس قعد في مكانه والمساعد يعني لاسات اللي هو قديم معانا، نظن بلي ما راحش نتلقاو صعوبة كبيرة في المقابلة اللي جاية وممكن اللي بعدها حتى ناخذوا قرار على المدرب الجديد إن شاء الله. نعم، قبل مواصلة النقاش لا بأس نتابع هذا التقرير الذي يشرح وضعية نصر حسين داي في الأونة الأخيرة.
تحقيق نتائج إيجابية واحتلال مراتب تضمن المشاركة القارية لم تعد معيارا لرؤساء البطولة العرجاء للحفاظ على استقرار أنديتهم، فلا الأداء ولا النتيجة النهائية أضحت تضمن بقاء المدرب من عدمه، والمثال انطبق على أفضل مدرب الموسم المنصرم بلال زيري المشرف على فريق نصر حسين داي. تنجمش تخدم مع إدارة ما رايش راغبة فيك اليوم، يعني ان ستاف تكنيك ولا مدرب اللي ما تكونش الإدارة دارية لو يبقى يعني كونتينيو كوم سا. يعني نتمناو يعني نتمناو المدرب الجديد اللي يجي ولا المدرب اللي راهو الحالي دوك المساعد اللي راح يكمل مع الفريق، يعني ان شاء الله نتمناو له حد سعيد. واليوم يعني شفنا باللي صافي كاين جور، يعني ما كاش واحد مسؤول يعني قدام الفريق، يعني بعد الهزيمه تاع شباب الوزداد يعني الرئيس يعني استقل والناس مشات معاه جو سي با، يعني الناس اللي كانت تخدم يعني في الاداره يعني مش عارف ولا داروا الاستقاله ولا مشاو، يعني ما بقاش حتى واحد بوندون 15 جور. منذ سنوات كانت كتيبة نصرية لا تعرف مصيرها في القسم الأول، ومنذ سنوات كانت تصارع من أجل ضمان البقاء أو محاولة الصعود على الأقل، والمتمعن في نتائج الفريق في الآونة الأخيرة يدرك جيدا المرحلة الانتقالية التي حققها النادي في ظرف وجيز، بداية من نهائي كأس الجزائر ووصولا إلى المرتبة الثالثة الموسم المنصرم رفقة مدرب لم ينهزم في 26 مواجهة كاملة. وإذا كانت إدارة النادي قد قررت الاستغناء عن المدرب بسبب تدني النتائج في الموسم الحالي، فلابد أن يتم تذكيرهم بمركز النادي الذي يحتل المرتبة السادسة بعد 12 جولة فقط. اليوم رانا ب 16 نقطة، يعني باش الناس تكون على بالها، اليوم رانا ب 16 نقطة ومقابلة متأخرة، يعني اللي راه تروازيام بلاس، اللي راه تروازيام بلاس إلى 19 بوان. 3 بوان على تروازيام بلاس، وعندك ماتش روطار يعني. هذه ما راهيش حجة منا، اليوم راك 16 نقطة يعني راك في الارتياح. استقالة بلال زيري التي بررها بعدم رغبة الإدارة في خدماته تعكس مفهوم الرياضة في الجزائر، فمسؤولون يحاربون الناجح حتى يفشل ويدعمون الفاشل حتى ينجح، وهنا يتأكد أن مصير المدرب في البطولة مرتبط بمحيط النادي لا بالنتائج التي يحققها. إذن استمعنا للتقرير ولتصريح المدرب بلال زيري الذي قال بأنه أصبح يشعر بأنه غير مرغوب فيه من قبل الإدارة. ولكن شغل تعقيبا على الكلام هذا، احنا نقولوا كي تشوف الصورة الملعب مفتوح، كيما نقولوا الكاتب موجود في الميدان، السكرتير موجود في الميدان، كل حاجة متوفرة، يعني نعم. حتى مطالعين في اللي كانوا داروا حس استرخاء، حتى لاكلاس يعني وصلت كاين متواجدة في الميدان. أما ترجع قضية المكتب استقال يعني في الحقيقة جمدنا النشاط ديالنا على أساس بعض الأحداث اللي صارت في بعد مقابلة الشباب الوزداد وما صدر يعني في الريزو سوسيو من الأنصار وكذا. نعم، هناك اتهامات للاعبين في هذه المباراة بأنهم رفعوا الأرجل، هل صح؟ هذا شيء سمعناه، وعلى كل حال نقول انا ما نجيبش يوقع هذه الاشياء، يعني بعد 15 سنه تجربه نعرف باللي ما يتصراش الامور في بدايه السنه، هذه الامور يصراو في الجوله 25 26 27 نعم. بعض الاحيان دائما 28 29 30 نعم. اللي راح يدي البطوله ولا راح يطيح يبداو هذا يخبي هذا يزيد هذا ينقص نعم. ولكن في الجوله 10 11 12 هذا يعني شغل كلام زايد، وحتى الناس يعني نظن اللي قال الكلام هذا شغل حرام عليه اولا، لانه يتهم ولاد فاميليا الناس خدامين على شرهم، لما نسمع يقول لك بلي كاين 5 لاعبين اللي رفضوا رجليهم غير حقيقي. وليس فقط اللاعبين، ايضا المدرب بلال زيري، هناك اتهامات لهذا المدرب بانه لم يعد قادرا على فرض الانضباط داخل التشكيله. هذا شوف الشارع برا، لما تخرج يعني اي مسؤول يخرج لبرا نعم. ويحاول يتحكك برا راح ما يصيبش الحل. الحل هو متواجد داخل الإدارة، والإدارة عندها مكتب والمكتب معروف نعم. يعني لما تحس انت كاين حاجة متواجدة يظهر لي العمال هما اللي يجوا عند المعلم، ماشي المعلم اللي ينزل للعمال نعم. لما يكون شيء ولا تحس بحاجة نقول باللي دائما
على العامل هو اللي يجي اليوم انت، ماشي المدير العام اللي ينزل عندك لتحت باش يتكلم معك. انت عندك مشاكل تطلب الاستقبال مع المسؤول تاعك وتحكي معه المشاكل. اما الا كنت انت تفكر باللي المسؤول ما يحبكش ولا كذا، الاداره ماهيش راغبه فيك ولا، انا نقول العكس، ان الاداره كانت معك. منظنش لما نتكلموا على على كل حال في التقرير، وانا نعطي التقرير كاين الاصل في الموضوع 36 مقابله. في 36 مقابله نهزمنا 4 مرات. وهي الحقيقه ربحنا 13 وخسرنا 13، وتعال ربحنا 13 وتعادلنا 13 وربعه نهزمنا فيهم. احنا نقول هذا النتائج. من كلامك انك غير راضي ربما على مسيره المدرب. لا لا الجزيري. العكس لما انا نمثل الاداره. نقول الاداره باش هذه النتائج وصلوا لهذا، لان الاداره كانت متواجده وواقفه على كل حاجه. وزياده على هذا الاخ الزميلي كان واقف على اي كبيره وصغيره، وحنا كنا حاضرين في الملا في 36 مقابله، كنا حاضرين 36 مره. لكن في الفتره الاخيره الرئيس غير موجود. ولكن نتكلموا الرئيس جاء، يعني الرئيس ما كانش يحضر. الرئيس كان يحضر مره في الاسبوع، مره كان عنده بعض الاحيان، ولكن الفريق ما فيهش غير الرئيس. اكيد فيه الجماعه كلها تعمل فيها، اللي لما يقول الاداره والمسؤولين صافي دير كاين ناس واحد اخرين متواجدين اللي عوايدهم هما يسيروا الفريق. نعم، وهناك أخبار تقول بأن رئيس النادي الهوي للفريق طبعا هو السبب الرئيس لاستقالة المدرب الجزيري. ما عندنا حتى يعني اللي حد من منذ المجيء تاعو إلى يومنا هذا ما كاين حتى يعني حاجة وقعت بيناتنا. نعم، ما نظنش نكون أنا هو السبب الرئيسي. نعم، لكن ما هي الأمور التي دفعت الجزيري للرحيل إذن؟ هو النتائج بدأت تولي سيئة والشعب بدأ يطور على الإدارة ولا على المدرب ولا على حاجة. أصبح حتى المسؤولين اللي متواجدين في الميدان لما ما جاوش الأسبوع الأولاني لأسباب واضحة، لأن كانت تصريحات من طرف حتى ما نعرفوش من أين أتت هذه التصريحات اللي خلات المسؤولين أنهم ما يتواجدوش في الملعب في الميدان التدريب. لكن من يسير النادي حاليا؟ وخص هذا خاصة أننا نحن عارفين ما كاش بطولة، يعني حتى الغياب ديالنا مبرر انه ما كاش بطوله، ونظرا للنتائج السيئه الايام الاخيره شكون كان عندنا حق اننا ما نجوش، وخاصه اننا نوفروا كل حاجه للتدريب. نعم، احنا ما راناش في لاكراش، احنا رانا متواجدين في الميدان، كاين زارد ماتيريال يجيب البالونات، يجيب لي زيكيبمون، يجيب كل حاجه. نعم، يجيب كاع لو ماتيريال بيداغوجيك اللي يحتاجوه باش يدربوا به. نعم، ولي فيستير متواجدين، والمسخون متواجد، والاداره والسكرتير متواجد باش اي طارئ يكون. نظن هذا. واما دوك الزياده تاع المسؤولين يجي يحضروا في بعض الاحيان، نقول المسؤول راح يجي هو يضيع لك في الوقت. نعم، ويخسر من بلكي، ينقص من التركيز تاع اللاعبين لما نكونوا متواجدين. بعد رحيل الان المدرب بلال الجزيري، هل سيعود الرئيس بشير الجزميلي لرئاسه النادي؟ لانه ربط مصيره في بدايه الموضوع. نعم، هو مجمد النشاط ديالو، كاين فرق ما بين استقاله وتجميد النشاط ديالو. احنا عندك ما هي الاسباب التي دفعته الى هذا التجميد؟ هو نظرا يعني ما كاينش سبب، كاين اسباب كثيره في الميدان، لان مؤخرا الانصار طلبوا من الرئيس ان الفريق هذا لابد يكون عنده القاب ويكون كذا. ولكن ما ينساوش باللي الناس اللي لحقوا الالقاب ناس عملوا 3 سنين 4 بنفس الفريق بنفس الوسائل باش لحقوا لهذا. وحنا نقولوا كذلك، حنا في ظرف 5 سنوات الرئيس هذا وفر يعني كيما نقولوا للفريق يعني اموال طائله. نعم، وزياده على ذلك اليوم نصر حسين دايما عندها ولا ملف واحد في السيارال، هذا يدل بان هاد اللاعبين والمدربين والعمال كلهم خالصين عطاء. نعم، يعني وتحدثت ربما عن الانصار، هناك المعلومات التي بحوزتنا تقول بان عدد من الانصار تنقلوا الى بيت رئيس الفريق بشير الجزميلي وقاموا بشتم والدته، وهذا هو السبب الرئيسي لرحيل الرئيس. لا الحديث العكس، ما وقع هكذا في الطريق، تعرف الناس دوك ما نعرفوش صالح من طالح في الطريق. نعم، وقع مثل هذه الامور هذه وقعت، ولكن جماعه من الانصار كانوا اليوم الموالي ولا اللي بعده ما نذكرش يعني اكزاكت. نعم، ولكن كانوا داو الورود،
كانوا راحوا البيت الوالدة تاع الرئيس و... نعم. وقدموا لها الاعتذار في بلاصة الناس. هما قال لك يعني احنا ما نجموش نكون احنا درنا هذا الشيء. نعم. ولكن طلبوا من يعني الوالدة انهم تسمح لهم فيما حدث، وكانوا قدموا لها يعني عروض كهدية يعني الامور دخلت في مجراها العادي. نعم. ولكن من بعد الحادثة ان شكون شاف بلال زيري شاف باللي ما ينجمش يكمل مع في الوضع هذا، خاصة بعد ما صدرت الدعايات على اللاعبين وصدرت الدعايات على المسؤولين. نعم. يعني تقريبا شغل يصبح الجو غير يكون دائما مكهرب، ولهذه الأسباب راح تكون. نعم. يعني نقول شيء واضح لما استقال. إذا تمت الموافقة كنا ننتظروا أنه يستقل بعد المدية، ولكن ما نجمش يزيد يصبر يعني 48 ساعة، وهذا اللي يدل باللي ماشي احنا اللي درنا له الاستقالة. نعم. رغم أنهم الناس كثير قال لك لماذا، قلنا احنا ما راناش ماشي معويدنا، ومن تاريخ نصر حسين دا جامي يعني كانت هي اللي استقلت اللي يعني أقلت المدرب. نعم. هذا ولا لا؟ بالنسبة للطاقم الفني الجديد، من سيكون المدرب الجديد الذي سيخلف المدرب بلانسي؟ لدينا نكملوا يعني بلاصات المساعد ومسعي على يعني الحراس. أكيد هناك أسماء مطروحة لتدريب الفريق. والله مطروحة، يعني تعرف كرة القدم الجزائرية اليوم مطروح، الشارع هو اللي بعض الأحيان يبدأ بالدعاية قبل ما تلحق الحقيقة. نعم. على كل حال إحنا أنا نسمع كما تسمعوا أنتم كل. نعم. يوم نقولوا رام يقولوا هما قاعدين عجالي ما بعد ما استقال من عين منيلة. نعم. هو على كل حال وليد الحومة، يعني أولا وليد الحومة، وثانيا هذا دار كل يعني كل قبل ما يحترف يعني كان إلا في نصر حسين داي. نعم. تقريبا يعني من أسماء اللي ممكن يكونوا أسماء كثيرة يعني. لكن من اتصل بالمدرب عجالي؟ غزال مدل. إحنا اليوم يعني البارحة وش قلت لك، إحنا ما كناش ننتظر الاستقالة بهذه السرعة. نعم. يعني لو كان هذا يعني شيء يخلينا أبرياء من الموضوع تاع إقالة المدرب، لو كان كنا إحنا معولين باش يعني نقوموا بالعمليه، لو كان راح عندنا الاسم اللي يخلفوه اليوم ماشي غدوه. نعم. اليوم يبدا، ولكن احنا ما كان عندنا حتى الى يومنا هذا ما عندنا حتى اسم. الاسم الوحيد اللي تداول في حسين داي هو. نعم. عجالي، بعد خاصه بعد الاستقاله من عين مليله، وهو يعني لاعب دولي مدرب يعني ذو كفاءه كبيره نعم. وخاصه زوج حاجات اللي هما كبار، انه وليد الحي، وثانيا كما نقولوا لعب كرة القدم في الجزائر إلا في نصر حسين. ومتى سيتم تعيين ربما المدرب الجديد؟ نقول بعد إن شاء الله بعد المقابلة التعمدية إن شاء الله، بلك قبل يعني نقولوا قبل نهاية الأسبوع إن شاء الله ممكن. نعم. يكون المدرب الجديد في. نعم. إن شاء الله. إذن كان هذا الحديث عن نصر حسين داي. الحدث هذه الأيام هو أيضا دعوة رئيس شبيبة القبائل شريف ملال رؤساء الأندية المحترفة، طبعا المحترف الأول والثاني، من أجل سحب الثقة من رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم عبد الكريم مدوار. ربما ما هو ردك على هذه الدعوة؟ ومشي ردي، على كل حال إحنا كان اتصل بنا على كل حال، ووجهة نظر إحنا يعني ورفضتم الحضور؟ لا ما رفضناش الحضور، يعني إحنا قلنا ما هوش خاصة اليوم موش يعني ما لحقناش الحد الخطأ يعني دي سحب الثقة من رئيس الرابطة، لأن نعتبر الأخطاء هذه يعني راهي قليلة مقارنة بالمكتب اللي كان قبله. نعم. ولكن يتواجد يعني مشاكل على مستوى الرابطة، وحنا عالمين بأنه حتى مع المكتب التنفيذي تاعو كان مشاكل، ولكن هو على كل حال يفكر أنه في الأسبوع هذا القادم إن شاء الله يجمع قاع الرؤساء يعني باش يكون حوار ونفتحوا المجال. وجميع الرؤساء قطعوا هذا الاجتماع اليوم، كان مفترض أن يعقد هذا الاجتماع، جميع الرؤساء قطعوا هذا الاجتماع عدا رئيس نادي الهوي لمولودية بجاي. شوف أنا نقول المشكل موش قائم تما، لأن نقول قلة التجربة للأخ ملال اللي خلاته شغل يتسرع في الموضوع هذا، وهذو أشياء يعني تقريب يبدأوا كما نقولوا بشوية وماشي بهذا الأسلوب اللي
الدي سي دي ترفع التليفون تقول لهم ما يجتمعوا كامل، لان ما عندكش الصفه هذه تاع اللي تسلط هذه الدعوه ويستجبوا لك بها بهذه الطريقه. هو كاين طرق واحد اخرين اللي نتعاملوا بها عندي منذ زمان، لما يكون دائما كاين لو نويو دور تاع لي بريزيدون اللي هما كانوا وقت حناشي وقت عليق سي لي فيتيرون تاع كانوا هما اللي يدعيوا كل واحد عنده ثلاثه اربعه ديالو اربعه، لما يكونوا اربعه خمسه متفقين على الموضوع، لما هذوك الخمسه يأتي كل واحد يجيب اربعه اربعه نولوا 25 والقضيه انتهت. هو على كل حال الامور، ولكن نحييه بالمناسبه انه خدا موقف وكل حاجه وقال انا نتحمل كاع المسؤوليه كهال والصرح. ونقول احنا نقول راح يكون في اقرب وقت لقاء مع الرابطه وممكن الموضوع هذا وان شاء الله يكون حاضر من الان ويجبد الجماعه اللي تكون تما يتحط كل شوك الطاوله. وهذا رئيس الرابطه راه الا ممثل تاع الانديه، والعمليه تاع من الان تبين باللي ممكن هذا ما نجحش، من ممكن ناس واحد اخرين ينجحوا. ولهذا لابد الانسان دائما يعاود يراجع نفسه ويعرف باللي هو الا رئيس تاع الرؤساء، ماهوش حاجه يعني. وهذا يعني تقريبا نقول شيء جميل في الطرحه ماشي في الموضوع، يعني في الطرح باش الناس تفهم باللي نينيا لابري. سيد مراد لحلو رئيس النادي الهوي نصر حسين داي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. عفوا مشاهدينا، وصلنا إلى ختام الحصاد الرياضي، شكرا جزيلا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.